الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أبو طلحة الأنصاري زيد بن سعد مانتا صحابي صدني سديداد وأن لنو لندن تاريخ ليس وصحابي كما عداه أبو طلحة الأنصاري لكن مجلس ويا زيد بن سهل ونك اللي عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا ومات كذلك صائما مجاهدا ونن انت أنولا غشس الصوم للجهاد كنتي كجري مركو ديمانيا يسوى صوما وهل من كاك الجرة أي هلك هنتي كنا فواي عرف زيد بن سهل النجاري عرف زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة أن الرميضاء بنتي أو بنت ملحان النجارية المكنى بأم سليم قد غدت أي من بعد أن توفي عنها زوجها فاستطار فرحا لهذا الخبر. زيد بن سهل وآه سحابي قمانتا تاريخ لسان كهر لينه لكن كن يدي سوكم عديري وإنت أدمق الشيء أبو طلحة كبضا إنت أدمق الشيء زيد بن سهل هدارا ما مقلم بار وحوم مقلي وقادي هوين إذا الإرادة الرميضاء أو إن ملحان هاي إن ملحان إسلام كان نجارية ده هيدو إسقى أي سكراء حيان إذا كن يدي ده أي تها أم سليم إن أي عرملة إنه قتيل وأذيجي دي وجريو ذي أي مقلة فاستطاع فرحا لهذا الخبر وركا مركو مقلة بفرحة للدول الجاري أدب وفرح وعقوم قتائن يرى هيدا وين كنتي عليس كيدا له كل شيء له ديدا ربنا هلكا طبعا سجل جيران مركا ومقلي وين يدين بقى لقد دنتي وذيقي دي ودنتي بابا كان فرحا لدولي كاري مركا مركا كان وطلحة ولي مسلم معها هنا فانتان بقى ولا غرو فقد كان الأم سليم سيدة حصانا رزانا راجحة العقل مكتملة الصفات رلي كاتيف وحلا لا يرى معها محي الأم سليم محي هوين يضو هدي أخلاق نقل هاي يعقل هدي نقل هاي أرجحنان في سإنترا رنتي دميستر تي أو صفات كي وانا كسانا بدو مركا الهوية قيمة إلهي وعيسو الدروع وحاي القف يضو مركا عمان كي تصرف بيو فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يطمحون إلى أمثالها في النساء مركوحة قاتل قوانا وقاتل قوانا إنه السيدة أقول لقصيها بلان وهو إن إذا أقضت إنت آني كبهر مرين ضفر بلان وإيو مركا حرقفر بلان ومقالة دي جوغة وهو قلتاقي إيضا كالينك عن كل دام وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها إذن وشوك الصونا إن أم سلمة إتكال آني كهر برندونين أو عانين كالسوني بعدا نفسدي سكوقبة أضو هالكا وقل فريستو وقل أم سليم قولي ما إسنا إن آني المية آني ليه الدونينا وإكلا بعسلين صوتك يتكالسونينا نوح كرماها فهو رجل مكتمل الرجولة مرموق المنزلة طائل الثروة وانهم هدي الرجل ما ايتهاي ايبو حسنتي هدي تايستارس اه ماش وبسلو كتاقينها نين ادي دوس الرأي هدي هنتي تهانا نين الهي سبحانه وتعالى وديبي وجيب بحقه
mar hadii marka uu kulansaday intaas oo astaamood iyo sifaat oo runtii wax qof lagu janto oo lagu doortana ay tahay, waxaa ka dhaadhacsanan inaan marnaba adaabka laga xirin doonin. Wahu ilaa dalik, waxaad kaloo kusii darsataa fahuwa faarisu bani najaar, reer bani najaar oo gabadhuba kasoo jeedo waa halyeygoodii weye, dagaalyahankii reerkaba ku jira. وأحدُ رماتي يثرب المعدودين وعنا كجرا ذاتك فرق تلسكا شيشك إلا غير طنبايو مركي وحصا وشيشان إذا قالي هالنضع أو رتي أنا لوعي بصدق بالله قيد هالكابي كبلاوات إبسود كلاوات مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم إلى بيت أم سليم أبو طلحة مركي وعوح كده وعوش كده حقا إيو يقولي جوادي أم سليم هيدا. وفيما هو في بعض طريقه انت وضد كسي جري او اسلهاب اليدي كوردون تذكر ان ام سليم قد سمع من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير فامن بمحمد واتبعت دينه وعصوصتي ان ام سليم اي مقشي داعي مكجر ومصعب بن عمير او دين شيقي ان مقشي إذا أي رومي سنة محمد يقطع فيشان هو مخلوق هل كامر كي يروح أقيم نوعا ما يروح كسوق على شق بسوق على محل بعوج يعني هدي أي قبلنا صفات وحلو دورتنا هنا اللي بدو أي مركز إزجيام مناسب أي تي لكن هل كامر حايم أرنا جواد إنه هنا جواد إسلام تأي تهاي أو هدي تنا محمد إذا على إسلام ولي مشكلة لكن ما لبث أن قال في نفسه ما في ذا وما في ذلك ألم يكن زوجها الذي توفي عنها مستمسكا بدين آبائه نائبا أو نائيا بجنابه عن محمد ودعوة محمد ماذا سيئين آخر حتى ما مسكت أدعيه تأصم يدى المشكلة لك معايا لنك كد انتبع صما هنين دين كأبيوم يكون دقن ونبي محمد يدين تسور ما أنون انشقق ولا هاد يعني معنى أوليها تينا طبعا إنك رجع مكي نوعا ما وحون ربي إنه اسكو أجستو نمر ربي كهر يمال بس كده إنه فيكس كرايا أقول لي هذه تاسو إين إنه قانا يسو أما لقي يابا إن ذاك اللي جالس حتى أي تاني كان لي هذا مرك معقول من نقول كده محل إنك هذا بنتوا دين كله كده جنا أو دين تاني محمد بور عسانا مرك عادي المديدة طبعا آد مرك بس كده صبر جرام كده بلا بقى طال حتى منزل أم سليم وحوس على بقول لي متبين وسألنا عليها وانا اذن كالقرينا ضربي فاذن له صوغ البالي والله ادمن وكان ابنها انس حاضرا هل كان مركب حقوق جوقها ولجوقي هوين ايضا والكيري انس كانت انا انس بن مالك وصحابي العجيب فعرض نفسه عليها اذن مركب اسكو قاضي وانا سويني وهو فعرض نفسه عليها وسوبا دينا مركب فهيرو حانا هاي نكالوغي وابو طلحة نكا أجيد بمعنى زيد بن سهلة ألكم حنقوه إميد إنا قصاد دونت كبير بحايا هيد يقول آل عقل بضن فقال المركز عي كتير إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد أضعك أبو طلحة الباب كان لقام حرته لا يعلي ولا من رديه لكني لن أتزوجك فأنت رجل كافر لكن قرسان ما يقو حايا قابلت إنت بعيد لكل هدي أي تعي waxa lagu doorto oo nin lagu xusho hadii ay tahay sifaad ka tanbaarsan dadka dadka laga xirtaa tiin soo dhaweeyta laakiin galbat isma geen fadhanna abu talha anna um sulaym tatallalu alayhi bidali abu talha markuu iska dhaadhiye in waxa ma marsiye ka dhiganayso oo wa annaha qad aatharat alayhi rajulan akhar akthara minhu mala wa azza nafara wa ayduna ay daratay ninka isaga ka xala badan marka ay talyo ay taagan tahay ma aragtay kalandar hadaba marka waxay isbuuciyay marka waxaan iska marmarsiyo critics umbay ku jiray saayid oo dhan mar hore hawsheedi dhamaysatay mushkiladii faqala laha hadalkii waa su'aal uu ku yiri wallahi ma hada alladhi yamna'ak minni ya musallim huwa ma hayu hayka diiday waxa ku hortaag qaal ma alladhi yamna'ani idan um hadu ma leen lahayd in marka ay hortaagay qaal fa al asfar al abyad ay dhahab al fidda واحد قال لي سابيل قال لي يا بمعنى ايوه في الضبي ما ادري انا قال لي كي اهل عتي يعني درهم دينار باي كان ديري قالت الذهب والفضه
markaas ayuu celiyo su-aasha waxay ku tiri waxaas leeda dahab dinaar iyo dirham baa hortaagan. Qaala fir nacam ha intaasaana kala dhex gashay. Qaalat markaas waxay ku tiri bal innii ushhiduk ya aba Talxa wa ushhidu allaha wa rasuula. Abu Talxa waxaan ku markhaati gelinayaa adiga oo Zayd ibn Sahal ilaahay rasuulkiisa waxaan markhaati gelinayaa annaka in aslamt haddaad islaamtid وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هلك هداك كتير يعني رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة ننها ما هو قال لي وهو قرصنا يا أنا أدينها من دينان تونك وديني وجعلت إسلامك لي مهرا إلى الإسلام تدان مهر إما قريس مهر كي قرح أنك قال يا هلك اللي يش اللي مين لها أو اللي العاين لها إسلام كاية مهر هبتي. فما أن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنم الذي اتخذه من نفيسه الخشب وخص به نفسه كما كان يفعل السادة من قوم. ملك كلمة أم قليب ورنتي كلمة رنتي كل الجوبية إتهاي إلا إذا هذا أحكلا شلم كلام أشهر وفر دي إيه إسلام ممكن يمهركي عن كدك أي ملكي مانكي سوحو آل حق أيو sanamkii guriga u yiin oo ka samaystay alwaax oo ka samaysay sanam loo wax ka samaysay gacantiisa ku samaystay oo haddana meel gaar u dhigtay sida dabcan lagu yiqiin dadka saadada ah dadka maaragtay hormoodka bulshada u ah ee mushrikiinta ah ama odayaashooda nin walba sanamka guriga u yiilo si gaar waad aragtaan dhowr soddonka saxaabi markaan ka soo hadlaynay in badan ayaga ka midii nin walba sanamka guriga u yiilo tiiba marka xusuusta laakiin umu suleym iyo caqli badan tahay halkaa kagama harin. لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وما زال حاميا فأتبعت تقول وحين ربت مكة وهل هي معركة له لا جيس الله كل الكلوج ويوم المدى التعبير كان لغة عربية أراد فلان أن يطرق الحديد وهو حامل مع رجولا يعني برت ولكل بي وحين ربتين هل كان كوج يسوع أو جيسه أو مركا كل الكود إن كوج يسوع كدي بي أصير راعي سرعي سنكر هل مركو كان ليك أو حد كتر هذا وحتى هذا ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض. أبو طلحة ميالا أغين إلها أدوى العبد أورك صبحي فرتقيني رؤى. فقال بلى مركز الهوى نوجه. قال بحيث أفلا تشعر بالخجل وميالا رنتي أهلا دريمين نوعا ما خجل حشاط ميالا إله كسر رجالي وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلها بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له لوحا جيت كان أتوقع لطيب وأن هافنا إله كان يجيت هل قد تذكر أي شيطان وحارئي كان يكتان بيان أني وحشوني يصطري بناري سوه كل رمي أو يخبز عليه عجينة أما الواحد أنتو كان يكتو عجين كان بك الرفق لابد لقدبتا إنك إن أسلمت يا أبا طلحة هذا إسلامتي رضيت بك زوجا قريبا دي من قوانيسا راضي مكاك ولا أريد منك صداقا غير الإسلام نهارنا كيوم فديانا نهاي إن الإسلام تدهل كاسي كتير يعني اسكو حشار بيتين أظن نوينا وإلهي عقلي أكسي لوح جيد يرور كسو بحي إن تلك أرهك على السجود هل كذلك كلا أي حركة ديكتان أي دبك شيطان إنت مكوي بيتين كبدي قال ومن لي بالإسلام هذا عن إسلام ده وهلكمك يعني هلكمك إسلاما أما ويا أرنك أمك يجت ولي قال أنا لك به أنا كعفل قال وكيف وسيدات قال بعد تنطق بكلمة الحق كلمة الحق أرتق دوا فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت ميلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إيش أن محمد رسول الله ثم تمضي إلى بيتك قل يا جنات فتحطم صنمك ثم ترمي به سنك هلك كويا بالبر او هلك كسيد فانطلقت اسارير ابي طلحه ابو طلحه مكو مقلي فرحبا مركيبه كنت كم مقتله اسارير الوجه وقف مكو فرح وجه سلام فرفرم تجاعيد يدن رينكلس كده ويتجين وقال مركز اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كاسكي ثم تزوج من ام سليم مركز جوسدي بهك كبر بعض المصامر فكان المسلمون يقولون مسلمين روح لي جنين يا مكة فعلك بحين مهرك ما سمعنا بمهر قط كان أكرم مهر أم سليم
nama soomaa weligeen maynaan maqlin meher runtii ka sharaf badan meherka umu suleym faqad jacala sadaaqaha alislaama meherkeedana waxay ka dhigatay islaamka mundu dalika alyowm tabcan intaynan gudbin halka kan haddaan in yar dul istaagno ilaan episod kala nagu furmayay taariikhda saxaabiga kan gabadha muslimada ah runtii qofka muslimka ah marka waxaa ku xiran ay yihiin diinka ilaahay iyo khidmayntiisa wax walba ee adduunyaha u muuqata waxaa u muuqda diinkaasa u muuqda hadduu shaqo ku waayi lahaa hadduu iskaaris ku waayi lahaa hadduu kursi ku waayi lahaa hadduu meel ku waayi lahaa waxaa muhiim u ah hal qof in ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa marka uu ku soo galo gabadhan maalinka hadday sheegan lahayd xoolaha adduunyada ninka uu hayo bal isaga haddii xataa uu ka caga jiido waxaa jira rag kale oo u helanaa diyaarna u ahaa oo jirarkooda uu buuxay oo inta ay doonto umaysay laakiin gabadhna waxay priority iyo mudnaanta ay siisay diin allahi jala wacala halkaa waa halka ay sharafta ay ka bidwaanaxa maanta gabar kaste muslimada marka loogaga baahan yahay dabcan khitaabka hadda aanu jeedinayno runtii ma dhahayo oo meelihii aanu ka nimid waa dadka dhamada muslimiin laakiin waxaad moodaa inuu to an extent ilaa xad uu mutaabaqaynayo waaqic inaga aan ku jirin halka kan gabdhaha ilaahay noo dhaafa ee yarin ee halkan ku dhashay ee ku koray ee qaangaaray ee baaliqaadka ah ee runtii la nool bulsho aana muslimiin ahay wixii guurka ay ka yiin lahayen waxaas ayaan darro ah gabadii la rabay inay noqoto iyo mid maankeeda uu shaqayno mudakara oo shaqaynaysa waxaa laga yaabaa inay iyadiiba islaamkii si u maaragtay islaamkii way khiyaamaynaysa oo intay nin noo soo kaxaysa inay dhahda ii ashahaado maqashii un keli aabahay ii maqashii iyo hooyada laakiin marka dambe danahan annaga wadanayna kadib waxaa ku imanaya mid oo maaragtay marka meesha lagu keeno kelmadii baa dhahaysa wakaata waa dhahaya laakiin dab dib dambe laa salaad walaa soom walaa iidi waxaase igu darray markay haweenay intay isoo wacdo ay tiri gabadheedu waxay rabtaa inay guursata nin aana muslim ahayn markaasa waxay rade mawduucaas waad garan kartaa oo qof haweenaydu haddii ay muslimad tahay ninaan muslimayn ma guursan karto sharcigeena sida ku qoran waxay tiri maxaa diidayaan in diinka uu maanta u haysto inay ku guursato oo isna aanu waxba carqalada aanu ku furin oo diinka ay xoriyad u siiyo ay tukato ay soonto sala isagana tiisa ay xoriyad u siiso maxaa diidayan ta sharcigaa diidaan hata sharciga kan aa sheegaysa sax maaha noocan maaha waxaasna macquul maaha caqligalna maaha logicna maaha oo islaam markaan qiyaaso waxaan umalaynayaa lixdan kor u dhaafta ilaa toddobaatan noocan maaha dee ma kusoo barbaartay diin islaamka kusoo barbaartay laakiin waxa caatifadii ba intay la weynaatay waxay ku leedahay maxaa diiday in loo guuriyo walidalika waa inay gabadha waxaa arkaysaa meesha asilada aad baa loogu badan gabdha muslimaadka inay weydiiyaan waxa waa principles asaasiya oo sharcigeena ku qoro gabadha muslimada ah ilaahay isaga yiri walaa tankixu lmushrikaat xata yu'min ha walaa amatu mu'minatu khayru min mushrikatin walaa acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xata yu'minu walcabdu mu'minu khayru min mushrikin walaa acjabakum ulaa'ika yadcuuna ila annaari wallahu yadcuu ila aljannati wamaghfirati biidni wayubayin aayatihi linnaasi lacallahum yatadakkaruun ilaahay subxaana wa tacala isagaa yidhi ma aragtay bicisam ilkawaafir gacanta ha ku helin waxaasoo dhan waa axkaam sharci amrutii inoo qoran haddaba waxaan rabnaa gabadha muslimada dowrkay gudanaysa waa maxay qofka kan haddiiba aad jeclaatay waa inaad ka shaqaysaa suu ku badbaadi lahaa oo nebiga markii soo islaamatan u dhihi jiray alxamdu lilahi aladi anqadahu min annaari ka shaqee suu ninka kan u islaami lahaa maxaa yeele adigu waxaad u wadda wax khayra noloshiisa ma carqaladaynaysa jeebkiisa uma socotid ma lugoynaysa laakiin waxaad bari lahayd keliya wixii ilaahay subxaana wa tacaala ku xiriirin lahaa waxaad runtii u horseedi lahayd waddadii uu jannada u qaadi lahaa iyo meeshuu mari lahaa taan u baahannaa intaa waxaase iyada ka daran haddana qofka intuusan carda dacawiya samayn isaga ha laga helo gabadhii ha laga helay iyadii ha laga helo iyadii haddaanay xijaabna shaqo ku helin oo aanay tukanin oo ma aragtay keliyaba loo arkay in islaamka uu noqdo shay un taabuu qofka lagu xiroon keliya iyo islaam qofkii waxaana dhacda badanaa dadka kan cajaa'ibta waxay ku leeyihin hadday islaamaan dadku waa labo nin uun isaga inta khutadii inta loo diyaariyo la yihi kelmadii ii dheh walidaalika mashruucan waxaa loo bixiyay hadda io islaam baa lanaha io maqashi aabo dad waxaa jira islaamka dhab ay ka tahay ee soo baaray ee soo aqrinaya aan kelmadiina aan ku dhawaaqin isagoo intaa su-aal ku weydiinmayo way ku weydiinayaan way ku naqaashayaan dood bay kula galayaan buugag bay keenayaan
markii uu qanco oo shubahaadkii iyo confucianiska markay ka tagen kadib buu xuli ashhadu an laa ilaha illa. Laakiin tii innaga xaggeena ka socotay waxaa laga yaabaa salaadna ma taqaan, dinkeedana ma taqaan. Hadda ka hor ayaa gabad baa nin waxay ku tiri waana soo islaamta, ilaahay amarkii waxbuu aqriyey oo islaam islaam dhab islaam maasha allah. Kadibna wadamada carabtu tegey, luqada carabiga barta, diinkii soo bartay, waa nin cajiya oo sunnada ay ka muuqato. Kadib wuxuu arkay inay ishaara lahayd soo islaam, inay islaamku shaqo ku lahayd. Markaasuu tan waa manhaj, tan waa munkar, tan waa munkar. Marka dambe intay ka yaabtay waxay tiri anigii shalay soo islaami ugu kaankeenay bay tiri. Waxaa ahayd inaan igu dhageysto anigu marka meesha ma taagin, inaad aniga baratid oo aad markaad aniga fahamtid sharc allahi jalla wacala baad cardin kartaa biidnillahi subxana watacala. Hadda umu sulaym runtii waa namuudad rol model haddii maanta la raadinayo gabadha muslimada iyay ku dayan lahayd, waatan haweeneeda muslimada loo jeeda. Gaar ahaan markaan ka hadlayna contextkii aan dhex deganna oo yurub iyo america iyo australia iyo meelaha kale ee runtii ay muslim minoritieska ay degayin. Haddaba qeybta kale markaan u gudubno mundo dalika yo laga bilaa maalinka oo kelimadu laa ilaha illa allah uu yidhi gabadhaan uu calfaday inضawa abu talxata taxta liwaa lislaam ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته. لقد بلا مال كاس إسلامك على كيسا أيها صار صلي وعلى وحي إلى هاي أودي أقون يهنتي وسيانا أنت وحو كدك من يد الرحمن إن وضد إلهي أن دينك إله له خدمة. فكان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقب ومعه زوجه أم سليم. wuxuu ku jiray toddobaatankii nabi maxamed baycatan caqaba la galay baycatan caqaba oo baycadii dabcan mina lagu baycada lagu galay waa intaan la hijroonin ka hor umu saleym way la socotay wa kaana axada nuqabaa alithnay cashar aladiina amarahum rasuul sal allahu alayh wasalam fi tilka leylati calaa muslimiin yasib wuxuu ku jiray kowiytobankii ama wuxuu ka mid ahaa 12 nin ee iyagu cariifiinta ahaa ee lasoo xushay oo odayaasha u ahaa reer madiina oo nabiga sal allahu alayh wasalam uu yidhi idinkaa marka amara u ah idinkaa horjoogayaal u ah naqiibku waa nin reerka inta laga soo xushay sida ama kaabaqabiil ha u noqdo ama sultaana ha u noqdo ama muxuuna ha u noqdo horjooga u ah qoladaan uu ku jiray uma shahida maca rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam magaaziyahu kullaha waabda fiiha ashraf albalaai wacaza in alla intii nabiga sal allahu alayh wasalam uu dagaal u aadayana goobjoog buu ahaa wacdaraana lagu awmuujiye run ahaantii ee dowrkiisu gutay laakina acdama ayaami abi talxa maca rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam inama huwa yowmu uxud maalinkase iyadoo goob walba uu joogay wacdara uu ka muujiyey dadaal dheeraad ee halgan runtii ba-anna uu galay haddana maalinka sida gaarka xuska u mutaystay ee in la tilmaamo ay tahay ee maalmihii abu talxa soo mar waxaa ka mida maalinka uxud maalinka maalin loo barbardhigay markaa malaha وإليك خبر في ذلك اليوم بل أن بوسو قد بن أبو ليل مالك وعذره ومجيء أبو طلحة وانك يحدو أحب أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خالط شغاف قلبه وجرى مجرى الدم من عروقه نك أبو طلحة ليه رسولك آل يدو جعوار جعي رنتي قلب قساء وقد حدسي ورنتي حددد دي قيسانا رنتي لد حسب بلي أما وقاري فكان لا يشبع من النظر إليه ولي كما درجن نبيك إنو ساوى إهو ولا يرتوي من الاستماع إلى عد حديثي وليين كما بغنن كما نا دقيس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس مع مر ربك وجعل النبي إكرار إبنه ما أنتنا ننهي النبي صلى الله عليه وسلم ويا كان إنانا إيجن وكان إذا بقي معه جثا بين يديه نبي مركو لجوغان صاصو جبه وفا بسنجرو وقال مركاسو كده قال له نفسي لنفسك الفداء وجهي لوجهك الوقاء رسول الله nafsadayda waxaan ku furtay taada oo waa maxay wejigeygana wejigaagu ilaalinay yani macnaha wixii kusoo gaari lahaa kuma soo gaari ilaaligeena soo maran mayo nin marku wuxuu ahaa halkaa nafsadiisaba u qonday inuu nabiga sal allah alay wasalam uu noqdo kaashaan inuu noqdo falamaa kaana yowm uxud dagaalkii dhimarkii la gaaray inkashafa almuslimuuna can rasuuli illahi sal allah alay wasalam waatii muslimiinta ay ka kala yaceen rasuulka sal allah alay wasalam فنفذ المشركون من كل جانب لما كان المشركين تانا رمض بكاكين ما دان نبيه فكسروا رباعياته مكاسر لوشي سيلا جميع وشجوا الجبين مكاسر وجهي سيلا دلاعي وجرحوا شفته مكاسر بشنتي سيلا دواع وأسالوا الدم على وجه مكاسر ليك نبيه صلى الله عليه وسلم وجهي سا
dhiigba markii uu kusoo yaaco halkaa kaga yimid, oo bimacnaa wejigiisa dhan uu dhiigo sal lla alay slam. Maalin waxay ahayd runtii aan sahlanayn, oo markii murjifiintu ay suuqa soo dhex mareen ishaacaadkii ah nebi maxamed waa la dilay, xataa ina almurjifiina arjafuu biana muxamada qad qutil. Nimanka marka dadka argagixiya iyo kharaasuunta kadaabuunta ah ee wararka beenta faafina rumor iska wad, waatani suuqa la dhex maray nebi maxamed waa la dilay. Fazdaad almuslimuuna wahnan calaa wahnin waacطow duhuuran licadaa illah. Markiiba ay maqleen muslimiintii oo si xabigaa psychologiga lala galay oo beenta ah, markii muslimiinta bacba intay dareemeen cagax ka dayeen oo dhabarkii xijiyeen dadkii. Marka maalin muxuu ahaa aan sahlanayn cinda dhalik, markii meeshaasu marayso lam yathbut maca rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam gayru nafalin qaliilin fii taliicatihim abu talxa. Nebiga waxaa maalinkaa la sugnaaday oo garabkiisa taagnaa in yaro farkutilusoo horjoogo uu yahay abu talxa. انتصر أبو طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطوط الراسخ. أبو طلحة سيدا بور ركوة وميشي يعني كتا قاقين وقال هل كاسو إسدقين هل كاسو تاقنا. بينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس يتترس به النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة قداشي سيستاقي سوى قباسي إيقاشان كدقان. مركا النبي تاقين أبو طلحة قداشي أبو طلحة بور تاماشي تاقوي وأنسان لو لو دين كريم وتاقين. ثم وتر أبو طلحة قوسه التي لا تفل كدن وحو أبكيستي قوس كيشي التي لا تفل صورت قل أنا هنين لجبيو وركب عليها سهامة التي لا تخطئ مكاسو وحل روحي فلارة وأن ننكي أدو غيرين أو شيش لها أها وإسنايبر كأها لقفين مكاسو صائص دوصات وجعل يذوذ بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله النبي مركب أنه دفاعه وارمي جنود المشركين واحدا اثر واحد وهنا بالله بانه نمك مشركين تشش ولا دعاي مرمد بك تخلصي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربع مكه يتطاول من خلف ابي طلحه ليرى مواقع سمان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم مكه صار سوسو قربي بني اسو مركز ابو طلحه وحشيشه والنبي يقول لي هلك يقوبت مكه فلارت يكون على جلاش يستاغين. وكان يرده خوفا عليه ويقول له مركز جواب الجليس وبقى يقول له يا أبي يا نبي نبي يقول الله الله حال يا أبو طلحة ما بقى كان نبي يقول صار وقر لي بني إن لها الله راعي هلك فلارت يقول لي بأبي أنت وأمي لا تشرف عليهم فيصيبك رسول الله وحبها سوى قر تاجر وأنت سوى فلارت يكسو قر تيس إلى قال قال مركز يقول لي إن نحري دون نحري دون تيدا دون تاريك باسي وتحري يعني أنا أقول إلى لي وصدري دون صدري لا تيدا لا تاري إلى لي وجعلت فداءك انا الى مارك لوكا فورتاو هل كامر كيل وجعلت فداءك. وكان الرجل من جند المسلمين يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا مع الجبعه الجعبه من السهام وحد دعيس مركه ابو طلحه مركه ماشي وتاري والنبي يقول وين عدت لان دفاع وحد دعيس ضد قار المسلمين تكمل يو عرري او جابك كوشيتا او قبويه فلارو اي كبر يو وسيتا اي مكعه وحكدي فينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ركاز النبي انت اقيل يروح لك كالي انثر سهامك بين يدي ابي طلحه ولا تمض بها هاربا وراح تروح بعد هذا النوع قوري معناه فلا راح على كان دي وماشي كفر دي اودى ابو طلحه يسقط ياخذ كل جيل وما زال ابو طلحه ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر ثلاث اقواس وقتل ما شاء الله ان يقتل من المشركين. نيكي ابو طلحه dagaal ba'an buu galay ilaa heer saddex qows oo qoysaskiis ka mid ah halka ay ku jabeen waxa uu ka layn karay nimanka mushrikiinta intuu ka layn karay uu ka layn uma njalat almaaraka dagaalka halkaasuu ku istaagay wa sallama allahu nabiyahu wa saamaha bisawni ilaahayna nebi maxamed maalinkaas waa uu nabadgeliyey soomna wuxuu uga dhigay inuu abu talxa maalinkaas runtii nebiga aad yaa u difaaco bal arag khayrkaas meesha ka dhacayo oo dhan ducada nebiga oo dhacaysa oo dhan والنبي يقول للدفاع أجل تاسو دم كون تدي أم صلوة شو دعايا. وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيله في ساعة البأس فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البدر وحكرا كاقدر نفس دي سكرية مهوريني وحكرا أهنين ديقسية وقعان فرنه حوريه سنة هرأه مالها مركي بيضو إتاقنتهاي قرمت كئية قعان فرق اللوز بهاي نيوحوا أها قعانتي شيء فرنتها من ذلك وحكمه السويق عليه متفرقات مقشة أنه كان له بستان من نخيل وعناب لم تعرف يثر البستان أعظم منه شجرا
ولا أطيب ثمرا ولا أعدم ماء وعلى بير أو رنتي وحكى بحي شو جيران تمري عنبة أو رام مدينة بير كوي ولقوا الماء أو كمرا مع لا أكل أو كبير مع بلا لا أكل بير وحاجة ينيكة. وفي ما كان نبي نوجع الله صلى الله عليه وسلم ما كان مرجو وفي ما كان أبو طالب يصلي تحت أفيائه الظليلة أثار انتباهه طائر غارد أخضر اللون أحمر المنقار مخضب الرجلين سوى صلاة تكني وبيت بلح تكني وبعك شين بليرة الدولة إسلام كان كنتي إسلام كان عضيني وشين بلكي غردة ومن كيسمي وعيارا ويهي أفكنا ومد وكل يهمد مكا إسو مكا عسانا مقدودة لغوها مكا المودد إن لو حيني يعني شين بلغة القرح وقد جعل يتثاور على أفوان الأحجار على أبناء الأحجار طالبا مغردا متراقصا شين بلكو مكا مر بقيت بصاق الدولة قيت كان بكو يشتاق قيت كاسو يشتاق إسوغ مكا مركي بصوديني فأعجبه منظره أبو طالح صلاة كل جل وحاء عجب قليل شنبك كان مقال كيس وسبح بفكره معه مركي وفوفا مركي صلاة بو سو صلاة كل جل وما كان مانكي شؤال ثم ما لبث أن رجع إلى نفسه كدبنا وهو مغنى ربا ومانك وفوف صلاة كدب ودب دنبا حسوستي سدب صلاة فإذا هو لا يذكر كم يصلى مركي حسوستي سي صلاة بتنا وحاء استقبط من صلاة ما يشئ أم ليس إنتو تكلم رجع وتكلم ما لم رجع ما ليس ما سدح إلا ما دلنا نيوحو هاكو مشغول سنشين بالكامر بقيل كبوذي يقيلها سرونتي قرح لبضان إبارة صابحة ركعتين ثلاثة لا يدم الله متكر مسرح متكر كرسال فما انفرغ انفرغ من صلاة مكي صلاة الصح وكبح السلام عليكم حتى غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله النبي يقول اشخشوا حق شؤال وشكى له نفسه التي صرفها البستان وشجره الوارد وطيبه الغريب عن الصلاة مركز النبي يقول يورم بي وقع عوضي وحي مكة لسه قد بولا انتو صلاة كجري وآه وحي بارتي مشغول سي يجي لها نقرح للطلان ايش ينبلها سامع شكود بولا وحي دم يلعي الدنيا قريبا ثم قال له مكة سنبي الركيري اشهد يا رسول الله اني جعلت هذا البستان صدقة الله تعالى رسول الله هذا مخاتي كان نقول بارتا وطنا صدقا كبير هاي دافت فضع حيث يحب الله ورسوله بك اما كبه ماشي الهي رسولك صلى الله عليه وسلم يعني انت انا ادوي انت انا ادوي يكون مشغول لها وصلاه دي روح كوي من مجرى هدي بصلاه دي اليوم مشغول سي هاي لا افتدوا لي ما هي لا تليكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله بك الى معنى الله جل وعلا يعني ارك وادوي ودم بان كانت وجست ما هي لا ريم مدينه بير لي هاي هلك ريم ما كحل دقته يا هاي انت يقفك هلك ومر له اللي نرمي سوحة الوقي من جل انت اسان دقو لي هي بارتسو انت يباحبك فلد الوقي من جل مركب ماشي التاقة انت مليار دردة هو هو نرام الدينوها ومع ذلك يقول هي مربع هديها انتذن وايقا مشغول الصلاة دي سألما انت اللي رأك يسدح رقعينها كالقرم ويهدان مقارب هاي دافتو يعني بمعنى اخوانا واحد شيء عالي انه اصم صلاة كالسان قلنو إلهي سبحانه وتعالى وما يشوح عن تكلي وحال الله يابا إني سيكي ضرمتها ما مظهر بو أما البلد تكلم عصر بلد تكلم صدح بلد تكلم عفر بلد تكلم صلاة تكلم إلى سبحانه وتعالى عاش أبو طلحة حياته صائما وجاهدا إنتو نولانا صون في جهاد لوضع وكفر قصد ومات كذلك صائما وجاهدا ملك الدماء سوى صوم ومجاهدا ولد فقد عثر عنه وحل رسحتي أنه بقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 30 عاما صائما لم يفطر إلا في أيام العيال حيث يحرم الصيام وعلى السورية إن أبو طلحة كجيل الدنبي النبي صلى الله عليه وسلم صد صنو نبي قراشي صد صنو نورا صد كاسنا لما هي مال وأفرق إلا إن مال عيد أي تحسون كيدو حرام يا مويانا ما رب أفكي سوسويست وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا ثانيا إن إلهي أوراجيا نرشا إلا أكن نقل من أضيه ورنتي أدأه لكن شيخوقته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله والضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلمة وعزاز الدين صار تاهي دان إسوغو قوي داء وكت من هذا داء لأس كما ينعلن إنه وضد إلهي بكل جهاده وما وضع كلمة إلهي الوكر يغلب دينك إلهي لقو عزيني أنا وأو دقاق الولي مفريسا من ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة
في البحر في خلافة عثمان بن عفان وحمو جلية وعلى سوق قال خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه مسلمين تحايدين غزوة جلينا غزوة ما غزوة رنتي آيات أدو آدم وبطل مرة ورنتي أي تهي إن مكا حلقا لجيح بضي فأخذ أبو طالح يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين ويش ديالي معين كراعة وضياك وقرب فقال له أبناؤه ويلشو دار الله الله وحير عليه يرحمك الله يا أمان أبو الله كون حريساء الله كون حريساء لقد سرت شيخا كبيرا واتقبوده وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر هذه جهاد انه معركة رنتي اضبها انت هان وهذه النبي صلى الله عليه وسلم قرب جو قرب كيس الجوبي ولا الجهاد ولا صفتي ابو بكر بالله صفتي عمر بالله صفتي انت وصل الجهاد قد كدت فهلا تركت او ركنت الى الراحه وقت يوحى لك على النصارى هذه ما مسكنا ست وتركت انا نغزو عنك انك نودع وقت يدي ولا قال انك عاديك بدل كان دول انك تقاتل جديد فقال مكاس يقول ان الله عز وجل يقول الهي بغير ربيل انفروا خفافا وثقالا وجهدوا في سبيل الله الهي بغير ربيل انفروا بحا والدقال كالا خفافا اذنك وفضل وثقالا اذنك وعلس وغسرين تو وانو صوم التفسير كما كان دول استاقي لهم اقوال ترب ربا كنت وحنا كبدا تفسير كان ابو طلحه ابو صالح فهو قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا الى ان رب يحرم الجهاد في قلبه هضرنا شيوخ ضدها اي شبان هضرنا كوى قال يراها وقرمضوها الهي سبحانه وتعالى وحسن سني قال لما دا قال لهم شيء سبحان الله يقرب يسمى يقول لك الجهاد اني هو شيء ايدك ثم ابى الى الخروج ثم ابى الى الخروج وحي كذا دكت انه بحو ما يمل الله منها وبينما كان الشيخ المعمر ابو طلحه على ظهر السفينه إذا دونت لسارينها وبدو أيسا ودح ما حيسو مع جند المسلمين في وسط البحر عينك مسلمين تانا ولصعه بدنا برتن كيدا لمريض مريض مرضا شديدا آب وحمصد فارق على إثر الحياة هل كاسو كنا فواي سوى الجهات في الجرة هل كاسو مركب الشهيدو فطفق المسلمون يبحثون لو عن جزيرة اللي يدفنون فيها إلا بدنا أحيانا لمريض ما المركب اللي بدك توحي وحب على مكان مرة زميل مركب وحي باللابين إلى بعد جوبا جزيرة المال أنت اللي بدك تو كده من الروح حبار فلم يعثر على مبتغاه إلا بعد 7 أيام تضام مال كذب بوحي هلان مال الدون تكحر تقط إذا ما كان أبو طلحة الروح حبار وأبو طلحة مسجن بينهم لم يتغير منه شيء أو فيه شيء أبو طلحة مركة كفنت سكود الدمين لكن تضام مع الموت وح فرنجيرا لم يقل مال قوان لم يقل جل كيس وحسك بدل ما كمل كأنه نائم حرب ودائم هردو يعني لين ما بقى هرب ما رأيته وقمت بموت وفي عرض البحر بدا برت كيل سوق مري بعيدا عن الأهل والوطن وطن بكفه نائيا عن العشير والسكن قرابي الديجان بكفه دفن أبو طال هل كصل بحبا من الآدي الغيف ما يشوف كل شيء هل كدت كيس الديجاناية لكن كاتب كل عليه وماذا يضيره بعده عن الناس وما دب يوكيني سيد وذلك كفر قاله ما دام قريب من الله عز وجل ما ردوا بإلهي وكل دولة ما يشل وقح على الله إلهي بدول دولة هاي وغيرك هذا الكفر تاعي نرشع بولا أبو طلحة الأنساني رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه بري إيو وحشي من حرب وآه نيكي حمزة ديلي إيو قصة دي هنت عكاية تلاهي إذا ما كان ديلي سنوك ديلي نيكي مسلمة الكتاب نيكي تخلصوي وسحابي صدني سيارة بإذن الله سبحانه وتعالى. Yeah.